يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء اليوم الجمعة أكثر من مليون ومائة وسبعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة واثنين وثلاثين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من ثلاثمائة وثلاثة وتسعين ألف شخص